بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو روزانہ صبح و شام یہ دعائیں پڑھا کرو جو شخص صبح و شام یہ دعائیں پڑھتا ہے ہر بڑی سے بڑی پریشانی اللہ اس کی ختم فرما دیتا ہے تو پیارے دوستو ساری پریشانیاں ختم کرنا چاہتے ہو تو صبح و شام یہ دعائیں ضرور پڑھا کرو پیارے دوستو آئیے ان پیارے سے کلمات کو پیارے سی دعاوں کو سماعت فرمائیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں ربنا تقبل ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور. يا حي يا قيوم، يا حي لا يموت يا حي لا اله الا انت يا ارحم الراحمين لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين سبحان الغني العظيم ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ويا أرحم الراحمين ويا راحم المساكين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ذا القوة المتين يا مقدر كل قدر يا ذا الجلال والإكرام يا مقدر كل قدر يا ذا الجلال والاكرام ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين يا اول الاولين ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم سبيلك وكهم عذاب الجحيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق الباري المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم